أنا ملاحظة أن الندوة عادت في نهايتها. يا قال ما شفتكم قدمت حلول، هو أي موضوع عليهم طرح لابد أن تشخص إشكاليته ونطرحوا حلول، يا كنا على الأقل آفاق مستقبلية تعود واضحة لنا، وخلق شوي خلط بين الطبقية وبين المشاكل اللي معروضة في نظرة المجتمع اللي شايف تبعين. الطبقية حسب رأيي الشخصي ما هي سيئة، لأن المجتمع اللي ما تعود فيه طبقية ما يجد يبتلع. المجتمع الموريتاني جديد ترى وتقسم شوار مجموعة من الطبقات، لكن لابد أن يعودوا فهم كان الزوايا، لكن على الأقل تخلق القراية، ولابد أن يفهم يعود الناس اللي كانت تحمل السلاح، ولابد أن يعودوا فهم المعلمين يشتغلوا كأداة إنتاج، ولابد أن تعود فهم شريحة أخرى ترعى وفهم الحراطي يشتغلوا. يا غير اللي ما هو مقبول إن قبل الاجتماع اللي يخلق بين الطبقات ذاك هو اللي تعود عليه التركيز، باللي الطبقية بحد ذاتها مسألة ضرورية بناء أي مجتمع حتى المجتمع الحديث، لأن ذاك هون المهنيين وهون الحرفيين وهون الأساتذة وهون الأطباء. هاي لما عمل الطبقية قال طبقة الأطباء وطبقة الأساتذة وطبقة المنمي طبقة المزارعين، هذا شكل من الطبقات أساسي لبناء وتنمية وتقدم المجتمع الاقتصادي. مشكلة المعلمين ونظرة المجتمع لهم هاي اللي تعود تعود فيها الإشكالية. يبدو لي الحضور يبدو لي الحضور ركزوا على فكرة المعلمين ككلمة كمصطلح للاسم للشريحة انه هو اللي يعالج هذه انطلاقة الحلول. المشكلة لابد من نعالجه مشكلة المعلمين، وانا في رأيي الشخصي ما يعرف تعود مشكلة بلي انا قالي فاطمة فاطمة الصوانع ما نعلم وعرف هذا فيس ما والحرية بالنسبة لي بالذهن ما تعترف المسائل الاخرى الشكلية نبدو نوحلو في الحلول العقدة الاجتماعية والعقدة من كلمة المعلم. خلونا نوصلوا ولا ننتقلوا من ذي المرحلة الشر مرحلة أخرى، واللي هي أن لا نحلوا مشكلة النظرة الدونية للمجتمع الموريتاني بصفة عامة، المجموعة من الطبقات الاجتماعية والله الشرائح الاجتماعية اللي ما هم المعلمين وحدهم، لكن نعود موصلين. الحلول لابد من تتمثل مشروع آل والمشروع السياسي بعد. كيف ذكر حد من المتداخلين المشاكل الكبار للمجتمع طبعا مهم فيها الوعي الاجتماعي، مهم فيها الناس كاملة تكون فيها وتعود عندها إلمام وإدراك مدى خطورة المشكلة وتأثيرها على المجتمع. يعني من ذي الحلول لابد أن تعود حلول عامة. بيلي مثلا نضربوا مثال قصير، دورة عبد الناصر في مصر مع الإمام الإمامي من الأشخاص اللي يقعدوا هكا ميولي حتى يعني جات بدأت تجبر حلول للإقطاعية والثورات في العالم كامل يعني يخرجوا. لابد أن يسعوا حلول المشكلة الطبقات المسحوقة وتعود كأنه قرار موحد، لكن نوع من القرارات هو اللي مادة تبغى كل أنظمة وتبغى الدول لا تعود مسألة تداول في المجالس هكذا. شكرا مع النماذج.